هناك كان في معطيات او اتصالات، لانه طبعا هلا انت عم بتقول المعلومات غير اللي تم تسريبه، انه لكن كان في تسويه معلومات عن تسويه عرضها الفرنسيون على حزب الله وعلى الرئيس نبيه بري، ويمكن على اطراف ثانيه، نعم امكانيه التوافق على رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة، مقابل رئيس حكومة اللي قيل عنها فرنجية مقابل نواف سلام أو أي صيغة أخرى. كمان يمكن هون يمكن التفسير اللي حكيت عنه، أنه زيارة السفيرة الأمريكية للرئيس بري عندما أبدت قدامه عدم ممانعة من وصول أستاذ سلمان فرنجية، اعتبر يمكن رئيس بري أنه هناك ضوء أخضر ما بعدم المعارضة، يعني هذا بيشكل إلى جانب الموقف الفرنسي فرصة إيجابية. الموضوع الثالث أن هناك اتصالات الآن موجودة من خلال أكثر من عاصمة عربية مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تسوية. صحيح حزب الله يقول أن ليس هناك علاقة بين الخارج والداخل، لكن الكل بيعرف إذا صار في تسوية بموضوع اليمن وحققت السعودية ما تريده في هذه التسوية، كل المؤشرات بتقول انه هذا سيساعد في ترتيب الوضع اللبناني. وارسلت رسائل لحزب الله عن طريق الفرنسيين انه السعوديين اولويتهم اليمن، وفي حال تعالج موضوع اليمن يمكن هذا يساعد. نعم. يمكن يكون في رهان، هذا فينا نقول تحليل اكثر منه معلومات، انه رهان من الرئيس بري وحزب الله انه في حال تيسرت الامور ووصلنا الى تفاهم، نعم هذا سيؤدي صحيح الى هناك تراجع ما في الموقف في كلام السعودي هيك. او شيء. بس هل رح اقطعك يعني شوي لحتى نناقش فيهم؟ الفكره هي اللي بدي اقوله، بس هل الموقف السعودي اصلا هو في يعني نقطة أخيرة منفتح؟ بس قبل النقطة الأخيرة، بس في سبب رابع بتكتيك المعركة الانتخابات الرئاسية بالثلاث أو أربعة أشهر كان أمل حزب الله وكان معهم التيار لفترة وبعض النواب السنة عم بيحطوا ورقة بيضاء، وكان هذا عم بيأدي أنه في مطالبة لأنه أنه ليه ما بتعلنوا أنتم مرشحكم الرئاسي. عندما أعلن الرئيس نبيه بري القرار بترشيح الأستاذ أو بدعم ترشيحه، اعتبر الآن أنه مثل أنه إعادة رمي الكرة في ملعب الآخر، أنه إحنا تبنينا بلشنا نسمع مواقف وتصريحات من الدكتور جعجع إلى اللواء أشرف ريفي إلى الكتائب إلى بعض النواب، أنه في حال تم الحصول على عدد وافي من النواب لتأييد الأستاذ سلمان فرنجي نحن راح نروح لمقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيل النصاب. هيك انتقلت الإشكالية، بدل ما تكون عند حركة أمل وحزب الله والتيار انتقلت للفريق الآخر. فبهذا على ضوء ذلك إذا أنتم بدكم تعطلوا نحن قادرين نعطل، خلينا نروح على تفاهم. وهذا اللي قاله الرئيس بري بكلامه لجريدة الأخبار بغض النظر عن بعض التفاصيل او المصطلحات. لما يقول خلينا نروح على تفاهم شو بكون قصده؟ بقول خلينا نروح على تفاهم على الخيار الثالث، ولا خلينا نروح على تفاهم على استقلال فرنجية؟ نعمل تفسير لا يمكن يكون بدنا بدي اقول لك في فرق بين ما يريدونه وما نحن نفسر، يعني بمعنى انه انا في لك تحليلي ورايي. لا انا بدي اسمع معلومات عن الرئيس بري. هن يمكن وبشكل علني يعني رئيس نبيه بري واضح انه هذا هو خياري، خصوصا انه هو اسقط خيار العماد جوزيف عون وربطه بتعديل الدستور. نعم. أول مرة بقول بعكس ما صار مع العماد ميشيل سليمان أنه بدنا تعديل، يعني بدنا 86 صوت. صحيح. وهو بيعرف تأمين 86 صوت لتعديل الدستور لن يكون سهلا، لذلك أسقط إلا إذا صار في تسوية أكبر هذا من لبنان. شيء تاني. نعم. أنا رأيي الشخصي أنا، وهذا قاله اليوم امبارح الشيخ نعيم قاسم يعني بكتفسير، عندما يقول الشيخ نعيم تعوا على حوار دليل انه حتى حزب الله رغم انه هو بأيد الاستاذ سلمان فرنجي ويعلن هذا التأييد صار علنا لاول نعم. مره لم يقفل باب الحوار، وهذه مساله يمكن هي تكون البوابه الجيده نعم. بهذه اللحظه انه تعوا على حوار. هل الحوار يؤدي للوصول الى دعم الاستاذ سلمان فرنجي او يفتح الباب امام خيار اخر؟ انا تقديري مجرد الدعوه الى الحوار يعني لا يوجد هناك تمسك نهائي بخيار واحد، هذا رأيي الشخصي. نعم. هلا هن بالمفاوضات شو بيعملوا شو بيساوي ما بعرف اخر شيء، بس انا تقديري هذه هي اللحظه المناسبه للذهاب الى حوار، يعني لم يعد هناك طالما ان توازن القوى الداخلي والخارجي لن يوصل مرشح لفئه نعم. دون اخرى، هذا دليل انه الحوار اصبح ضروره، وهذا اللي بيضمن انه يمكن يفتح الباب امام
مرشح ثالث، وبالتالي يمكن تكون خطوة إعلان دعم سليمان فرنجي هي بوابة لفتح حوار. أنا هذا رأيي، يعني رأيي هن بيفتحوا باب للحوار لأنه هن شايفين الأمور مقفلة. نعم. كمان إلا الاحتمال الوحيد اللي ممكن يغير كل الجو هو تغير الموقف السعودي.